باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، وفي رواية في اليوم الثالث، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتك قولها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، فقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. باب إحداد المرأة على غير زوجها. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. كتاب اللعان. باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا، وفي رواية في المسجد: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وفي رواية: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر وفي رواية قصيرا كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه وفي رواية ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام باب يبدأ الرجل بالتلاعن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن باب صداق الملاعنة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك وفي روايات فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما باب ميراث الملاعنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني باب إذا عرض بنفي الولد
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. باب القائف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقداهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. وفي رواية: تربت يمينك، وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. باب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب رضاع الكبير. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: وما واليكم.
فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. باب من قال لا رضاع بعد حولين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. كتاب النفقات. باب النفقة على الأهل مقدمة على غيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: لا، إلا بالمعروف. وفي رواية: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب هل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة؟ عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ وفي رواية يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. قالت: وفي رواية: ما لفاطمة ألا تتقي الله؟ أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وفي رواية معلقة: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب العتق. باب ما جاء في العتق وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم.
فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة 3 سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وفي رواية فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. باب بيع الولاء وهبته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب قذف العبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم، وفي رواية إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. باب الأكل مع الخادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح 2، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله الحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.
عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، وفي رواية حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية: فقلت كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وفي رواية: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. باب بيع المزابنة والمحاقلة والمعاومة والثنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وفي حديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وعن المزابنة. باب الترخيص في العرايا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. وفي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. باب قدر ما يجوز بيعه من العرايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وفي رواية عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمر أو يصفر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. فقيل له: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحزر. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. باب إن شاء رد المصارة وفي حلبتها صاع من تمر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وفي رواية معلقة: طعام وهو بالخيار ثلاثا. وفي رواية: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها. باب تحريم التجارة في الخمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآية من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. باب بيع الميتة والأصنام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. باب الأثمان الخبيثة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور. باب أجر الحجام. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. باب عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحتمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب بيع الملامسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. باب النجش. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يبتاع المهاجر للأعرابي. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلق السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وفي حديث أنس رضي الله عنه
مهينا أن يبيع حاضر لباد. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وفي رواية قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. باب ما يكره من الخداع في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. باب الأصناف التي يكون فيها الربا. عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوارق بالذهب نساء بناجز. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصارية واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وفي رواية: أوه أوه عين الربا عين الربا. وفي رواية: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.